بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، استمر وياكم بسلسلة المحاضرات التي تقيمها أكاديمية الشبكات سيسكا العالمية في جامعة تكريت لشرح مادة CCNA Routing and Switching. تحدثنا بالمحاضرات السابقة عن الـ OSPF، يعني تحدثنا عن الـ OSPF Packet Types، وتحدثنا عن الـ OSPF Message، وتحدثنا عن الـ OSPF Operational States، وشرحنا أنه أثناء هذه المراحل اللي هي الـ Operational States يتم اختيار الـ Designated Router، أو نقدر نقول عليه الـ Router اللي هو راح يكون مسؤول عن عمليات عملية يعني الاستلام الـ LSA اللي هي الـ Link State Advertisement، ويحولها يسوي لها كوبي إلى بقية الراوترات اللي موجودة على الشبكة ضمن الـ same area. وصلنا إلى موضوع اللي هو الـ OSPF DR and PDR اللي هو متمثل بالمختصر للـ designated router والـ backup designated router. وتحدثنا بالمحاضرة السابقة، قلنا الـ LSA ترسل إلى الـ designated router على الـ IP 224.0.0.5 العفو 6، والـ designated router الـ DR يقوم بعملية إرسالها إلى بقية الراوترات ضمن الشبكة. هذا الأمر هنا يطرح سؤال: Why have a DR وA PDR election؟ لماذا يتم اختيارهم؟ يعني لماذا يكونون موجودين ضمن التوبولوجي، ضمن الشبكة؟ راح نجي نشوف المفاهيم أو الجواب لهذا السؤال. هنا يقول لي reduce the number of link state advertisements sent. إذن هو يقلل لي من link state advertisement. أنتوا تعرفون إنه هذا link state advertisement راح يعني يرسل بين الراوترات، وكذلك أنه يجمع على شكل Link State Database، وهذا Link State Database هو المقصود بالTopology Table، المقصود هو Same Topology Table. وراح تعمل الألغوريثم اللي هي Dijkstra أو ما تسمى بالShortest Path First، راح تعمل على يعني استخراج الـ SPF Tree، ومن الـ SPF Tree راح يستخرج الباست باث، وراح يتكون عندي شنو؟ يتكون عندي الراوتينج تيبل. واضح الراوتينج تيبل. اذا the DR is the شنو only router used to send LSAs for the shared network، وهذه تحدثنا عنها بالمحاضرات السابقة، وكذلك الآن تحدثنا بالمراجعة، قلنا هو فقط يقوم بعمليات شنو ال DR، هو يقوم فقط بعمليات إرسال الباكيتس أو نسخ الباكيتس على الـ IP 224.0.0.5، يقوم اللي هو يعتبر مالتي كاست أدريس، يقوم بإرساله إلى بقية الراوترز اللي موجودة أو النايبرز اللي موجودة ضمن الشبكة. هنا يجي كذلك كذلك reduce the number of adjacencies. تعرفون أنه الإجاسنسيز أو كل شيء ترافيك يعني يكون يعني مانج ترافيك أو كنترول ترافيك على الشبكة، هو دائما يعني يأخذ من إيش؟ يأخذ من الأداء، وكذلك يأثر على الشبكة عموما من ناحية شنو؟ من ناحية الباندويد، وكذلك من ناحية السي بي يو يوزج، أو من ناحية بالنسبة للأجهزة أو كذلك الميموري. Then reduce the number of adjacencies over a multi-access network. Multi-access network like Ethernet. مثل الإيثرنت. إحنا كذلك تحدثنا بأن الـ OSPF topology types أو الـ network types للـ OSPF، يعني الـ OSPF قلنا يمتلك ثلاثة أنواع من شنو من التوبولوجي، اللي هي البرودكاست مختصر برودكاست مختصر PBM مالتي اكسس، يعني برودكاست مالتي اكسس نتورك، والبوينت تو بوينت
وعندنا اللي هي الشبكة الثالثة أو التوبولوجيا الثالثة اللي هي النان شنوة برودكاست مالتي أكسس، واضح؟ نان برودكاست مالتي أكسس. هذه هي الثري توبولوجي اللي تحدثنا عنها، الثري توبولوجي اللي تحدثنا عنها. كان حديثنا بالدي آر والبي والبي دي آر، يعني اللي يستخدم بالمالتي كاست ادريس، اللي هو يستخدم بالاي بي 224.005 بعمليات شيرد للال اس اي القادمه للدي ار. كان الحديث هو فقط ضمن هذا النوع من التوبولوجي، هذا النوع من التوبولوجي اللي هو متمثل بالبرودكاست مالتي اكسس، مالتي اكسس. وغالبا هذا الشكل يكون يعني سنترالايزد، يعني كيف انه يكون عندي يكون عندي سويتش ومتصل بايش؟ بمجموعه من الراوترات، يعني السنتر يكون سويتش عندي ومجموعه من الراوترات. بهذه الحاله انه يتم اختيار او انتخاب الدي ار، اللي هو قلنا الدي ار يعرف از ذا راوتر وذ ذا هايست او اس بي اف برايورتي. وبحالة أنه كانت الـ OS Priority اللي هي قيمها by default، اللي هي القيمة by default تكون واحد، وتتراوح القيم مالتها من 0 إلى 255. في حالة كانت هذه الراوترز اللي الموجودة ضمن هذه التوبولوجي كانت تندرج تحت الـ Default، يعني الـ OSPF Priority اللي هو متمثل بالقيمة واحد، فبهذه الحالة يكون المعيار لاختيار الـ DR الـ Designated Router هو شنو قلنا؟ الـ Router ID. والـ Router ID والـ Router ID إما يكون Configured، يعني أنا أجي أخلي سوي Configured للـ Router ID، أو يتم اختيار الـ Highest Loopback Interface on the Router، أو بحالة أنا ما عندي Loopback، واضح؟ يتم اختيار الـ Highest Active Physical Interface on the Router. وكذلك تحدثنا، احنا قلنا تفضل اللوب باك على ايش؟ على الاكتف، الاكتف يعني ركزوا لي على كلمة اكتف، يعني تكون فعال الانترفيس، Physical Interface on Router. السبب شنو؟ قلنا انه الفيزيكال او الاكتف فيزيكال انترفيس ممكن ان يطرا عليها تغيرات، ممكن ان يروح هذا البورت او الانترفيس الى شوت داون، ممكن ان تحدث كثير من الامور على الانترفيس، وبهذه الحاله انه تسبب لي بعض المسائل او المشاكل ضمن الشبكه. اذا احنا نرجع نقول انه حديثنا كان بعمليات الانتخاب، كان لي ال دي ار كان ضمن هذا النوع من التوبولوجي البرودكاست مالتي اكسس نتورك. اما النان برودكاست مالتي اكسس فهو يكون يونيكاست، وراح نجي نشوف نشرح هذه المفاهيم او التوبولوجي في المحاضرة القادمه او ضمن هذه المحاضره راح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل. إذن هو يقلل لي من الـ Eject Senses over a multi-access network like Ethernet. فمثلاً لو كان عندي آني، لو كان عندي الراوترز اللي هي مجموع الراوترات أو عدد الراوترات، لو كان عندي 5 راوترات، راح ممكن أنه آني أتحقق من كمية الـ Eject Senses بالمعادلة من خلال هذه المعادلة. هنا يقول لي Number of Eject Senses equal N، وافتح قوس n ناقص 1، سد القوس وتقسمها على ايش؟ تقسمها على 2. فالان هنا يتمثل لي number of routers، وممكن مثال بسيط انه لو كان عدد الراوتر هو 5 معناها انه عدد الايجي سنسيز راح تكون 10. الايجي سنسيز او الايجي سنسي هي بمثابة شنو؟ هي بمثابة يعني مانج او كنترول ترافيك راح يعني تتمرر بين الراوترز من أجل القيام ببناء النايبر، خلينا نقول عموما النايبر تيبل، وكذلك ينتهي المطاف إلى الداتابيس ديسكريبشن أو الداتا لينك، داتا لينك أو اللينك ستيت العفو داتابيس اللي هو متمثل بالتوبولوجي تيبل.
إذن قلنا لو كان عدد الراوترز 5 فراح يكون عندي 10 شنو إيجا سنسيز. فمثلا هناي كم عدد الراوترات هناي؟ 5. فعدد الإيجا سنسيز ممكن تعدوها هناي 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 شنو؟ 10 إيجا سنسيز حتى يتكامل شنو؟ حتى يتكامل بناء النايبر تيبل، وبعدها انه ترسل ال اس اي ويتم تحديثها، بحيث انه كل راوتر من هذه الراوترات يمتلك ال اس اي لبقيه الراوترات، فراح مجموع ال اس اي راح تكون لي التوبولوجيكال تيبل او ما يسمى باللينك ستيت داتابيس او ما يسمى بالتوبولوجي تيبل. وبعدها انه راح تشتغل عندي خوارزميه الاس بي اف حتى تنشأ لي خلينا نقول الاس بي اف تري، واللي راح يكون الراوتر هو الروت لهذه الاس بي اف تري، ومنها يتم استخراج الدايناميك العفو الراوتنج تيبل اللي يحتوي على افضل شنو؟ يحتوي على افضل المسارات. وكذلك تحدثنا بالمحاضرة السابقة أنه لو حدث عندي تغيير، لو حدث عندي تغيير راح هذا يستلزم مني شنو؟ يعني يستلزم إجراء تغيير على بقية شنو؟ على بقية الـ LSDP اللي موجودة على الراوترات، يعني يحدث عندي ماتش، وبحالة أنه أنا يعني خلينا نقول أكو تغيير بالباكتس اللي استلمت على الراوتر، فيتم تحديد او مقارنه بين ال اس دي بي اللي استلم وبين ال اس دي بي اللي موجود. فبحاله انه حدث عندي ماتش اوكي، وبحاله انه كان هناك تغيير فيتم التحديث بحاله انه ذهب احد الراوترات او اللينكات الى الداون. إذن هذا هو المقصود بالـ OSPF DR، ولماذا يتم انتخابه الـ DR؟ لأن هو بدل ما لأن هو يكون أشبه بالقائد بعمليات شنو؟ بعمليات السيطرة على هذه الـ EJ-Sensey، وكل ما قلت كل ما زاد هذا في أداء شنو؟ في أداء الشبكة. إذن هذا هو موضوع الـ OSPF DR and PDR. عمليات التزامن، عمليات التزامن ضمن موضوع الـ OSPF Operation عندنا التزامن للـ OSPF Database. Synchronizing OSPF Database. After the two-way state، احنا اخذنا بـ two-way state عندما في هذه المرحلة يتم شنو؟ في هذه المرحلة انه يمتلك الـ two router اللي قاموا بعمليات الـ OSPF Operational State يمتلك تو راوتر الراوتر اي دي، سواء كان هذا الراوتر اي دي كونفيجرد على الراوترز او هذا الراوتر اي دي هو تم من خلال اختيار احد الانترفيسز اللي موجوده واللي تحدثنا عنها ضمن هذه المحاضره في البدايه وكذلك في المحاضره السابقه. إذن after the two-way state اللي قلنا الـ two routers يمتلك الـ router ID، الـ routers need to synchronize their database، الزامن الـ database between them. ليش؟ حتى في سبيل لو حدث عندي change أو down على أحد الـ networks اللي مرتبطة بهذا الـ router اللي هو نعتبره مثلا كـ router، يعني router 1، هذا التزامن هذا ممكن ان يولد لي ايش؟ يولد لي نوتيفيكيشن، او ممكن ان يولد لي ايش؟ يولد لي يعني تبليغ للراوتر 2 بانه تم ايش؟ تمت تم تحديث او تغيير على ال اس دي بي اللي موجود على الراوتر 1. اذا سنكرونايز تزامن their database and use the other four types of OSPF packet to exchange information. ويتم استخدام البقية، انتم تعرفون احنا اخذنا الجزء الاول بالـ OSPF يعني operational states. لو نرجع على الستيبس اذا تتذكرون كان الجزء الاول هو شنو؟ هو الـ establish sniper EJ senses،
والجزء الآخر هو سنكرونايز للاو اس بي اف داتابيس. اللي يبلش منين؟ يبلش لي من الاي اكس ستارت، عمليه النيغوشييت للماستر والسليف ريليشن شيب، وعمليه يعني اضافه او طلب الاكسترا انفورميشن او اديشنال انفورميشن. يعني راح تتفعل عندي ال اس ار والال اس يو حتى يتم طلب معلومات اضافيه من الراوتر، واضح؟ طلب معلومات اضافيه حتى يوصل الى الفول ستيت. اذا هذه الثري ستيب راح نتحدث عنها ضمن هذا الموضوع، واضح؟ راح نتحدث عن عمليات التزامن. احنا شرحنا تقريبا كستيب شرحناها، حاليا راح يتم شرحها يعني على هذا الجدول اللي او على هذا الداي الفيجرز اللي موجوده امامكم. بالخطوه الاولى عمليه الاي اكس ستارت ستيت، بالاي اكس ستارت ستيت هنا عندي ضمن هذا الفيجر عندي راوتر 1 وراوتر 2، وعندي هذه الانترفيس على الجيجا 00، وهنا الاي بي 172.16.5.1 هذا الانترفيس، وهذا 5.2، والبريفكس عندي 24. هنا يقول الراوتر 2 has the highest router ID، يمتلك highest. ليش؟ لأن أولا أنا ما فعلت ما سويت كونفيجا للراوتر ID ولا موجود عندي لوب باك انترفيس. حاليا يتم انتخاب شنو الهايست ولا والاو اس بي اف برايورتي هي ديفولت، قيمها على التو راوترز هي ديفولت يعني واحد. فبهذه الحاله ايهما اعلى اي بي؟ اكيد انه على هذه الانترفيس اللي مرتبطه بالراوتر 2. اذا الراوتر 2 هاز ذا هايست اي بي، سو ات ويل سند ذا بي بي دي يعني database description. إذن هو اللي راح يرسل باعتباره هو شنو؟ هو المنتخب كدي ار، هو المنتخب كدي ار. packet before router شنو؟ قبل الراوتر 1، واضح؟ لأن هو تم انتخابه بناء على ال highest active physical interface اللي موجودة اللي هي الجيجا 01 اللي هذه الانترفيس. بالنقطة 2 راح يتم يحدث عندي exchange state بهذه النقطة. كيف هذا exchange state بهذه الراوتر اللي هو متمثل بالراوتر 2 اللي هو يعتبر DR، راح يبعث رسالة اللي هي ال database description يقول بيها here is a summary of my LSDB، هذا ملخص الـ LSDB مالتي، واضح؟ وبهاي الحالة لازم يجاوب الراوتر 1 بـ acknowledgement، هذا نوع من الباكيت acknowledgement، واضح؟ فراح يدز له شنو؟ يدز له تعرفون انه انا عندي hello وعندي الـ database description وعندي الـ link state request واللينك state update وعندي اللينك ستيت اكنولجمنت. فراح يدز له ثانك يو فور ذا انفورميشن، يعني يشكره راح كانما كمحاكاه عن هذه الدي بي دي الداتا ديسكريبشن اللي هي متمثله بال ال اس دي بي للراوتر 2. بعدها الراوتر 1 يبعث هير از ا سمري اوف ماي ال اس دي بي حتى تتم عمليه الاكستنج، وبحاله انه تم الاحتياج الى الاكسترا انفورميشن راح يتم ايش استخدام ال اس ار وال اس يو بعمليات شنو؟ بعمليات اضافه خلينا نقول اديشنال انفورميشن للراوتر اللي استخدم هذه الريكوست اللينك ستيت ار اللينك ستيت ريكوست. بعدها راح كذلك يستجيب ويرسل الراوتر 2 thanks for the information. فأصبح عندنا الراوتر 1 والراوتر 2 يمتلك يعني كلاهما يمتلك ال LSDB الخاصة بي وكذلك للراوتر اللي قابله النايبر. كمل إذا عندي ال LSDB اللي متمثل هذا بالتوبولوجي تيبل.
فلمن يعني راح كل راوتر يمتلك التوبولوجي تيبل كاملا، عدد الراوترز اللي موجود واللينكس والكوست و فبهاي الحاله تكون هذه الرو داتا هي جاهزه لايش؟ لان تعمل عليها الديجسترا الجوريثم او الاس بي اف الجوريثم من اجل اختيار او انشاء الاس بي اف تري واستخراج البيست باث للراوتنج تيبل. بالخطوه الثالثه اللودنج ستيت، هذه ما تسمى باللودنج ستيت، ان الراوتر 1 طلب معلومات اكثر additional information من الراوتر 2، واضح؟ فبهذه الحاله راح تشتغل عندي ايش؟ الباكيتس. هنا يقول لي and use the other four types of the OSPF packets حتى تسوي لي exchange of information. فهنا راح يبعث له الراوتر 1 باكيت تقول LSR link state request I need more information على هذا الاي بي، معلومات اكثر او النيتورك. راح يستجيب للراوتر 2 برساله تسمى باللينك ستيت ابديت، يحث يعني يضيف له معلومات. فبهذه الحاله يقول له هير از ذا انتري فور، هذا كل ما يخص هذه النيتورك. وبهاي الحاله راح الراوتر 1 راح الراوتر 1 انه يجاوب برسالة thanks for the information. هذه محاكاة لفهم آلية التزامن للـ OSPF database، وكذلك تم ذكر شنو كل الباكيت تايبس اللي هي متمثلة بالهلو، متمثلة بهذه النوع، متمثلة بهذا النوع، ومتمثلة بإيش؟ بهذا النوع، هذا النوع اللي هي 3، ومتمثلة بهذا النوع اللي هو 4. واضح؟ هذه أنواع الباكيت حتى في سبيل يطلب بيانات أكثر. هنا يا طلاب ممكن أنه فيديو تلقون ضمن المنهج اللي موجود عندكم على الحساب بالنسبة لأكاديمية سيسكو، ممكن تلقون اللي هو فيديو يشرح لكم Observing للـ OSPF Protocol Communication، تحققون بمجموعة من الـ Objectives اللي هي الكونفيج على الـ OSPF version 2. واحنا اتصور تحدثنا تقريبا بريف عن الكونفيج، يعني هو شبيه بالكونفيج الخاص بالـ EIGRP، قلنا راوتر OSPF بدل ما نخلي هناك Autonomous System AS وتكون متساوية على الراوترات اللي تكون ضمن الـ EIGRP Routing Domain، هنا راح نستخدم بدل الـ AS نستخدم الـ Process ID، وقلنا هذا الـ Process ID هي قيم يعني تتراوح بين الواحد و 65535، ولا يشترط أن تكون يعني متساوية على الراوترز اللي تكون ضمن السيم إيريا، هذه فقط أنه يعني الراوترز لازم تكون على اللي أريد أخليها ضمن إيريا وحدة، لازم تكون الـ Value يعني الـ Area Value الـ Value مالتها تكون متساوية حتى تكون ضمن هذه الإيريا. وكذلك انه كونفيجا للراوتر اي دي، هنا يتم عمليه الكونفيجا للراوتر اي دي، كذلك نستخدم هذه الكومنتس بعمليه الاوبزرف للنايبر حتى نشوف النايبر تيبل، ونستخدم الشو اي بي راوت حتى نشوف الراوتنج تيبل، والديباج الاي بي حتى نشوف كيف انه تتم عمليات الاكستشينج ولل او الايج سنسيز اللي تتم على الشبكه. اذا هذه او هذا الفيديو راح يكون ضروري ومهم بالنسبه لكم طلاب. عندنا السكشن 2 ضمن الشابتر الثامن سنجل ايريا او اس بي اف فيرجن 2، السنجل ايريا او اس بي اف فيرجن 2، واضح طلاب؟ الفيرجن اللي يعمل على الاي بي في 4. هنا قلنا سنجل ايريا، تعرفون انه احنا عندنا مالتي ايريا وعندنا سنجل ايريا. المالتي ايريا هي متمثله بالشبكه اللي تمتلك الاريا زيرو اللي هي الباك بون اريا او الترانسيت، يسموها ترانسيت اريا، او وكذلك تمتلك الريجولار اريا. الريجولار اريا وهذه متمثله الريجولار اريا قلنا بقيم يعني كمن واحد كاريا كقيمه للاريا اي دي او الاريا فاليو تكون من واحد الى اربعه، وبعدها أتذكر تسعة يعني مراتب، تسعة مراتب يعني ما أتذكر آن القيمة، يعني ممكن نسوي لها جوجل بالنسبة للريجولار آي دي، يعني
وتعرفون هذه القيمة. وقلنا هو السبب شنو؟ هو لأمور تنظيمية، وكذلك أنه تقليل الجهد اللي ممكن أن يعني تتحمل الشبكة إذا كانت على إيريا واحدة. واضح؟ فلو فرضنا يعني كان عندنا شركة مقرها هو في بغداد والفروع مالتها بقية المحافظات، فممكن أنه شنو؟ ممكن أن نخلي الشركة اللي هي المين يعني بولدنج اللي موجودة في بغداد، ممكن أن نخليها على الإيريا زيرو، والفروع اللي موجودة في تكريت مثلاً أو في خلينا نقول ديالة أو بقية المحافظات نقدر نخليها على إيريات اللي هي ريجولار، ممكن إيريا واحد أو اثنين. وكذلك أنه هذه الديفرنت إيريا اللي هي واحد واثنين يعني تتم عمليات الإكستشينج لها أو تبادل المعلومات يكون من خلال الإيريا زيرو، لذلك هي تسمى بالباك بون. هنا يقول لي الـ OSPF راوتر آي دي، راح يكون الحديث عن الراوتر آي دي. واحنا تحدثنا بالمحاضره السابقه وكذلك في مقدمه هذه المحاضره تحدثنا عن ايش؟ عن الراوتر اي دي، وقلنا الراوتر اي دي اما يكون يتم عمليه الكونفيجارد له، واضح؟ كيعني كومنتس تستخدم بعمليه الكونفيج على جلوبال يعني مود، او يتم انتخابه بناء على الهايست لوب باج انترفيس على الراوتر او الهايست اكتف فيزيكال انترفيس على الراوتر. هنا يقول لي التوبولوجي المستخدمه لوصف الـ OSPF configuration، هنا هذه التوبولوجي اللي راح تتم عليها شنو؟ تتم عليها الشرح لهذا السكشن اللي هو السنجل اريا OSPF فيرجن 2، حتى يعني تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم طلاب. هنا ضمن الـ OSPF راوتر اي دي عندنا الراوتر OSPF configuration mode، كيف ان تتم عمليات الكونفجريشن بالنسبه لايش؟ للـ OSPF. احنا لازم تكون عندنا شنو؟ تكون عندنا صوره واضحه، وكذلك انه اعاده، وكذلك انه مفاهيم لايش؟ للاوامر اللي يتم كتابتها على السي ال اي الخاصه بايش؟ باجهزه سيسكو او بالراوتر اللي موجود ضمن هذا، هي خلينا نقول المناهج اللي جاي ندرسها، لازم تكون عندنا مفاهيم واضحه. اذا الـ OSPF فيرجن 2، الـ OSPF فيرجن كونفجريشن use the router OSPF configuration mode. استخدم شنو؟ ال OSPF configuration mode. For global configuration mode من ال global نكتب شنو؟ ال type router OSPF process ID. تحدثنا عن ال process ID حتى يتم شنو؟ to enter comments، لكتابة الكومنت. يعني لما ندخل على لما نكتب خلينا نقول ندخل على البريفليج وبعدها ندخل على الكونفيج تي، بعدها نجي نكتب الراوتر او اس بي اف ونخلي البروسيس اي دي. هذه القيمه لو كانت على الراوتر 2 كانت مثلا تاخذ القيمه 2 او 3، هذا ما راح يعني ما راح يفرق عندي، مو مثل الاي اس بالنسبه لاي جي ار بي. ليش؟ الاي اس ممكن ان يتغير لي هنا، لا، هذه الامور تنظيميه. واضح؟ فهنا لما دخلنا على الراوتر مود كتبنا، لما كتبنا علامة الاستفهام، وهذه ضرورية يعني حتى في سبيل انه تعرفون انه شنو الـ OS اللي موجود اللي راح تشتغلون عليه، يعني شنو الأوامر اللي ممكن ان يسوي لها سبورت ضمن هذا المود. هنا ممكن اسوي اوتو كوست كالكوليت للـ OSPF انترفيس كوست بناء على الباندويد، كذلك ممكن اسوي اساين للنتوركس، واضح؟ باعتبار انه انا احتاج شنو؟ احتاج اضيف الدايركتلي او الدايركت كونكتد نتورك او الدايركتلي العفو كونكتد نتورك، حتى يعني يتم حملها من خلال الاي اس بي اف على بقيه الراوترز اللي موجوده ضمن الشبكه. وممكن استخدم علامه النو اللي هي ممكن ان تلغي لي، تستخدم بعمليات الغاء الكومنتس، او ممكن استخدم الباسيف انترفيس اللي هي تتم يعني غلق عمليات الإرسال والاستقبال، خصوصا في يعني في الشبكات اللي تمتلك على يوزر ممكن أن تتهدد يعني هذه الشبكة نتيجة الهاكرز، ممكن يعني الأمور أمنية ممكن أن تستخدم هذا الباسيف انترفيس بمشاكل. هذا الباسيف انترفيس يعني شرحناها بالمحاضرات بالفصل السابق، تحدثنا عن الباسيف انترفيس والبرايوريتي، ممكن أن نتحكم بال topology priority و SPF topology priority، وكذلك ممكن ان ايش؟ ممكن نطبق الراوتر اي دي، ممكن ان نخلي راوتر اي دي للزيرو اس بي اف بروسيس.
هنا يقول لي no, ملاحظة there are other command used in this mode. ممكن أنه كذلك توجد بعض الأوامر ضمن هذا الكومنت، لكن فقط أنه هو ك يعني صورة أو شكل توضيحي لاستخدام هذه علامة التعجب في كشف الأوامر اللي تندرج ضمن هذا المود. واضح؟ فهنا إحنا راح نكتب الراوتر OSPF ونخلي البروسيس ID، وبعدها شنو نخلي النيتوركس، نضيف النيتوركس اللي هي دايركت تكون مع الراوتر، دايركت يكون نيكتد مع الراوتر، وكذلك الحال بقية الراوترز اللي موجودة على الشبكة راح ناخذها احنا بالكونفيجريشن. فبهذه الحالة هنا بالنسبة للراوتر اي دي هو الحديث، هنا يقول لي الاو اس بي اف راوتر اي دي اللي هو الراوتر اي دي، الراوتر اي دي ار يوز to uniquely identify OSPF router. إذن هو يستخدم لتحديد إيش؟ تحديد الـ OSPF router حتى يحدد لي الراوتر اللي يعمل على الـ OSPF protocol. الـ router ID are شنو؟ 32 bits كطول، يعني تم يعني تحديده أو إنشاءه بناء على شنو؟ بناء قلنا على الفورمات للاي بي، للاي بي في 4. ليش؟ لان بحاله انه عدم انه اعداد الراوتر اي دي، يعني ما سوينا كونفيج على الراوتر اي دي، راح يضطر ان شنو يخلي اما الاي بي الخاص باللوب باك او الاي بي اللي موجود الهايست اي بي اللي موجود على الاكتف، خلينا نقول فيزيكال انترفيس. طب هذه الحالة لازم يكون الفورمات مالته 32 حتى ممكن انه يعني يتناسق خلينا نقول بعمليات الاساين. اذا في كلاهما الـ OSPF version 2 للـ IPv4 والـ OSPF version 3 للـ IPv6. Used an election of the DR if a priority number is not configured. هنا يقول يتم يعني يستخدم باختيار الـ DR، يعني بتحديد الراوتر as DR بحالة أنه كانت عندي البرايورتي هي لم يتم إعدادها، يعني المقصود لم يتم إعدادها يعني لم يتم تغييرها من قيمة الديفولت، وإلا أنه هي ككل ديفولت واحد. فبحالة أنه ما تم تغييرها يعني خليناها 3 أو 4 أو 5، فبهاي الحالة أنه شنو؟ بهاي الحالة أنه يتم اعتماد الراوتر ID بعملية اختيار الـ DRA الـ DR العفو، وكذلك القيمة اللي تلي تكون للـ Backup DR. واضح؟ Why a router gets a router ID؟ هنا يسأل ليش الراوتر يعني يستخدم الراوتر ID؟ ليش؟ السبب يقول Configure using the router ID router configuration mode command. هذه الأمر اللي يستخدم بعملية assign للراوتر ID، عملية يعني الكونفيج للراوتر اي دي يكون بهذه الصيغه. if a router id is not configured، هذه بحاله انه احنا ما سوينا كونفيج للراوتر اي دي، راح يعني يحدث عندي التو سيناريو اللي هو شنو؟ اللي هو خلينا نقول اما اختيار الهايست لوب باك او اختيار الهايست اكتف فيزيكال انترفيس، وهذه تحدثنا عنها. if a router ID is not configured, the highest configure loopback interface is used. وإف there are no configure للloopback interface، وبحالة إنه إحنا ما سوينا configure، ما فعلنا loopback، then the highest active IPv4 address is used. هنا يقول لي not recommended، يعني لا ينصح أو لا يعني تنصح لا يعني تنصح او ينصح باستخدام يعني بدفع الشبكه لاختيار الهايست اكتف اي بي في 4، يعني انه الاي تي ما مثلا يسوي كونفيج على الراوتر اي دي ولا يجي يسوي كونفيج على اللوب باك، ويخلي الشبكه تتم اختيار الراوتر اي دي بناء على الاكتف الهايست اكتف اي بي في 4 او اللي يسموها الهايست اكتف فيزيكال انترفيس اون راوتر. السبب ليش؟ with the highest IPv4
ممكن أن تذهب إلى داون، ممكن هذا الانترفيس، لأن ممكن هذه الانترفيس ممكن الآي بي أن يتغير، أو ممكن الشبكة تذهب إلى داون، والراوتر سيليكشن بروسيس ستارت شنو أوفر، راح تحدث مشاكل بهاي الحالة. هنا مثل ما تشوفون أنه الراوتر آي دي إكسبليسيتي كونفيجر يس تم، يعني إعداده على الراوتر من خلال الجلوبال العفو الجلوبال مود. اوكي اذن يوز ذات از ذا راوتر اي دي، تم استخدامه او استخدم كراوتر اي دي، ما تم انه اعداده اذن الاي بي في 4 لوب انترفيس كونفيجر، راح يتم انتخاب الهايست لوب باك. اوكي موجود، اوكي تم اختيار شنو يوز ذات از ذا راوتر اي دي، تم اللوب باك اختياره. No, ما موجود، راح use the highest active configure. إذن أقل أولوية هو الactive. The highest active physical interface on router. ليش أقل أولوية؟ لأن لهذه شنو؟ بسبب هذه problems. هذه المشاكل التي تم ذكرها. اللي هي شنو؟ ممكن أن يذهب الانترفيس، ممكن أن يتغير الاي بي، وكذلك بهاي الحالة الراوتر اي دي selection process starts شنو over. If a loopback address is used، إذا تم اختياره اللوب باك، do not route this network باستخدام a network statement. يعني لا تستخدم ال network statement وتخليك يعني كراوت. واضح؟ هذه خلينا نقول يعني عبارة تحذير أو تنبيه. ضمن الـ OSPF Router ID، يعني شرح بعض المفاهيم اللي الـ Configuring in OSPF Router ID، عمليات الـ Configuring وكذلك عمليات التحقق من الـ Router ID. تلاحظون استخدام الـ Router ID ونستخدم هذه الصيغة، إما توضع واحدات أو اثنينات أو أي قيم ضمن هذه خلينا نقول الصيغة الفورمالة خلينا نسميها، والكومنت تو كونفيجر راوتر اي دي. واضح؟ ويوز ذا شو اي بي بروتوكولز كومنت تو فيريفاي ذا راوتر اي دي، ونستخدم هذه شنو الكومنتس حتى نتحقق من الراوتر اي دي. يعني لو جينا هناي ضمن جينا على الباكيت ريسر هناي، نفترض أنه هذا الراوتر راوتر 1، أوكي ما خليناها توب، راح نجي نشوف الراوتر آي دي مالته. شنو الراوتر آي دي هنا؟ config enable show IP protocol. شو اي بي بروتوكول؟ هنا ما يعرض لي اي شيء. شو اي بي بروتوكول ضمن الراوتر 1، تصور هنا خلنا نتحقق. اوكي توبولوجي شو اي بي راوت، تأكد من ال اوكي هنا ما متفعل عند الـ OSPF بروتوكول، هنا فقط لم يتم تفعيلها على هذه التوبولوجي. اوكي يعني ممكن أن نفعل الـ OSPF على هذه التوبولوجي. خلنا نشيك الكونفيج اللي موجود. أوكي هذا الراوتر 1، هذا الراوتر 2. أوكي هاي كلها الـ Objectives. هنا عندي يقول لي الراوتر فور إيش راوتر هو هذه الـ شو اسمه الـ Comments. هنا مجموعة من الـ Process ID 10، الـ Process ID، وكذلك إنه الراوتر اي دي لكل راوتر 1 هذا، والراوتر 1 1 1 و 2، وكذلك
for each interface، وكذلك اللان باسيف، اللانات تكون باسيف هنا، فممكن انه هنا نجي نفعل الـ ISPF بروتوكول، نكتب config2 config2 router router OSPF. هنا نخلي له مثلا الـ OSPF الكل 10، الـ process ID خلي له 10. النيتورك اللي موجوده اللي على الراوتر 1 اللي نجي ناخذها من هذا الدايجرام، شبكات نت نيتورك 172 العفو 116 او العفو 16 1 0. هنا ال wild card mask راح يكون صفر، راح نخلي ممكن ان نستخدم ال 255 على الاريا، الاريا 0، وهذا نفس الحال بالنسبة لي هناي. هنا راح يكون 3 هاي القيمة 52، يعني البريفكس 30، وراح يكون الاي بي هناي 3، ونقول له انتر، وكذلك انه هناي الوايلد خلينا نقول كارت ماسك، وهنا الاي بي الاخر لا، هنا راح ياخذ القيمه، يعني الاي بي يختلف 192 92 168 10 5 10 0. واضح؟ هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للراوتر، هذا بالنسبه للراوتر الراوتر دو شو اي بي راوت عفوا اوكي نعم. هذا بالنسبه للراوتر 1. الراوتر 2 كذلك نفس الحاله، راوتر 2 يتم تفعيل الاي اس بي اف انيبل config في هنا، نخلي الراوتر او اس بي اف، ما اعرف ليش الاودر يسبق الار دائما كتابه الراوتر او اس بي اف. قلنا البروسيس اي دي 10 اوكسال يكون ثابت. الراوتر 2 هنا عندي النيتورك اللي عليه نخليها هذه، خل ننسخها ننسخ اوكي هي صفر. الوايلد كارد ماسك يكون صفر 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 255 والاريا 0. تعرفون الوايلد كارد ماسك، تعرفون القيمه كيف انه يتم اختيارها الوايلد كارد ماسك. لما نجي نقارن، يعني لما نجي نقارن النيتورك تاخذ صفر، والهوست يعني النيتورك بورشن، يعني كمعلومه النيتورك بورشن راح ياخذ صفر، والهوست بورشن ياخذ 255 255 بحاله الفول كلاس، او طرح ال 255 255 255 255 يعني البرودكت تطرح من السب نت ماسك للاي بي. فهنا بهذه الحاله يتم كذلك نسخ هذه في سبيل السرعه. عفوا كوبي هنا نستخدم هذا، هنا الزيرو اريا، هنا عندنا يد الاي بي، هنا
نايت 3 على اوكي لازم ندخل على الراوتر اي دي العفو راوتر اي دي اوكي وكذلك هذا الحال بالنسبه للنيتورك هذه النيتورك هنا لاحظوا تمت العمليات هاي 192 92 168 10 0 10 0 هذه بالنسبة للراوتر 2 أما الراوتر 3 راوتر 3 نايم راح نجي على الراوتر 3 يتم كذلك تفعيل الـ OSPF على الراوتر 3 نقول config وراوتر الراوتر العفو على نفس ال OSPF process ID 200 بناء على التوبولوجي العفو بناء على اللاب document والنت network هنا عندي النتورك اتصور انه اني ناسختين بالكت انه يكون عندي منسوخ اوكي هنا الزيرو هنا الاي بي 192 اوكي هاي كلها 192 192 192 192 168 168 1 0 1 0 راح ننسخها في سبيل انه يوفر لنا وقت عفوا اثنين طور اثنين اوكي عشرة عشرة ستة وعشرة صور عشرة معروف انه هنا اللي ها البريفكس ديفرنت يكون العشرة عشرة اوكي اوكي نفسها هاي اذا وصل باعو وصل اللودينج لودينج وفول واللودينج اوكي هنا بروسيس اي دي النايبر هذا اذا لما راح نجي هنا نسوي له دو نستخدم هذا الامر شو اي بي باعوت Out. تلاحظون انه تفعل عندي الـ O تفعل عندي شنو؟ الـ O يعني لو عملنا لو عملنا بينج من هذه من هذه الحاسبة إلى هذه الحاسبة المفروض يتم هنا successful تلاحظون successful البينج successful وكذلك لو عملنا بينك من هذه الحاسبه الى هذه الحاسبه المفروض سكسسفول. باعوا سكسسفول. هذه بالنسبه لما نجي نسوي شو اي بي شو هنا كنترول زد شو اي بي بروتوكول. هنا شو اي بي بروتوكول هو كان المقصود من هذا كل الكود. اذا تلاحظون هنا البروسيس او اس بي اف على البروسيس اي دي هنا عندنا نبحث عن
الاي دي. الراوتر اي دي اختار شنو؟ اختار هذا كشنو؟ اختاره هو كاي دي، كاي دي. راح نجي نفعل بناء على المخطط، نخلي شنو؟ احنا راح نخلي اي دي بناء على هذا راح نخلي له اي دي، احنا الراوتر 1 هذا الاي دي مالته، راح نجي نسوي له كونفيج. والراوتر اي دي، راوتر اي دي شقد؟ واحد. خلينا كراوتر اي دي راح يتم الافكت مالته. طبعا لازم ننفذ هذا، ننفذ هذا الامر حتى يتم ريلود له. راح نجي نشوف احنا حتى يظهر، يعني هسه لو سوينا شو ما راح يظهر لنا، لازم يتم تنفيذ هذا الامر. ما خلينا مثل هذا، راح نجي نشوف. أنا يس، أقول له يس، أوكي. الصراحة تم، لما أقول له شو الشو اي بي بروتوكول، هنا يباعوا الراوتر اي دي، هذا اللي اقصد اني. اني تم اعداد الراوتر اي دي، واضح؟ تم اعداد الراوتر اي دي لان نفذت عليه. بينما هناي لو ما انفذ هذا الامر، لو ما انفذ هذا الامر راح تلاحظون انه شنو؟ راح تلاحظون انه اني اوكي ضمن الراوتر اي دي راح اكتب راوتر، العفو ضمن الراوتر مود راوتر اي دي راح اكتب 2 2 هنا 2 على ال اوكي. هنا يقول لي ما راح يتنفذ هذا، راح اجي اتاكد اني، اتاكد انه الشو اي بي راوت، لا العفو مو شو اي بي، شو اي بي بروتوكول، شو اي بي بروتوكول. باعوا هنايا الاي دي ما تعدل عندي. السبب شنو؟ ما طبقنا الامر اللي الكلير، واضح؟ لازم احنا نطبق هذا الامر، باعوا هذا الامر. ايش قال لي؟ قال لي هذا لازم يتطبق. هسه راح نجي نطبقه على هذه الكومنت. اوكي ندخل هنا نسوي له بيست، نقول له اوكي، نقول له يس. هسه لما راح نجي نسوي له شو اي بي بروتوكول، هنا اخذ هذا الاي دي، اخذ الاي دي، واضح طلاب؟ هذا بالنسبه لي كيف نسوي كونفج للاو اس بي اف، وكذلك يعني كبيسي خلينا نقول كونفيج، وكذلك الراوتر اي دي. نرجع للمحاضره طلاب، وممكن انه راح تفهمون اكيد انه تفهمون حاليا الراوتر اي دي يوز ذا راوتر اي دي، حددناه مثل ما طبقناه بالمحاضره حتى نسوي كونفيج للراوتر اي دي، استخدمنا كيف انه استخدمناها، ولاحظنا انه كيف انه نتحقق من الراوتر اي دي. هنا كيف الاو اس بي اف راوتر اي دي الموديفاي، هذه طبقناها هذا الامر. الامر راح نجي نشوف انه يوز ذا كلير اي بي او اس بي اف بروسيس، هاي اللي طبقناها قبل قليل، كوماند افتر تشينجينج ذا راوتر اي دي تو ميك ذا تشينج افكتيف، حتى يتم عمليات او تطبق الراوتر اي دي. ليش؟ لان تعرفون انه احنا اذا ما نطبق هذا الامر، ما نطبق هذا الامر ما راح انه تتم العمليه، لانه هو اصلا تم انتخاب، تم تحديد الراوتر اي دي بناء على الانترفيسز. فلازم يعني يوجد امر، استخدام امر العفو لعمليه شنو؟ لعمليه اعاده ايش؟ اعاده الانتخاب او اعاده الاختيار للراوتر اي دي حتى يتطبق، حتى يتم شنو؟ تغييره. فهنا لما غيرنا سوينا شو بروتوكول، هنا مثل ما طبقناه احنا، مثل ما هذا الاوريجينال راوتر اي دي، هنا لما سوينا له تشينج ما راح يتطبق مثل ما احنا طبقنا. لازم نسوي على البريفليج، نسوي كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. هذه يقول لي دونت فورجيت شنو ذيس كوماند تو ميك ذا راوتر اي دي تشينج افكت، حتى انه يطبق التشينج اللي انت نفذته هنا، اللي غيرته خليت لك كونفيج. وبهاي الحاله انه بعد ما تطبقه، لما تيجي تسوي شنو، لما تسوي شو اي بي بروتوكول، راح يتم تطبيق ابلايد للراوتر اي دي تشينج. واضح طلاب؟
وصلنا لي ضمن الـ OSPF Router ID، وصلنا للـ Using a Loopback Interface as the Router ID. إحنا تحدثنا بالمحاضرة السابقة، تحدثنا أنه وكذلك في مقدمة هذه المحاضرة عن الراوتر آي دي بحالة أنه عدم الكونفيجارد إله، يعني ما تم أنه مثلا إعداده على الراوتر. بهاي الحالة أنه شو إما يختار الهايست لوب باك أو الهايست أكتيف انترفيس اللي موجودة على الراوتر. كيف أنه إحنا نسوي كونفيج لللوب باك؟ هنا استخدام اللوب باك انترفيس as the router ID. ممكن أنه الأنظمة القديمة اللي موجودة على الراوترز did not have a router ID or SPF configuration command. لهذا اللوب باك انترفيس يستخدم لإيش؟ لتوفير راوتر ID مستقر. هنا يقول لي دائما do not advertise this network. It is a commercial mistake made in ISPF configuration. يعني لا تحددها كنتورك لما تفعل لي تسوي يعني ادفيرتايز للشبكات اللي بحاله تفعيل ISPF على الراوتر. واضح؟ لان هي مجرد اي دي. فلو احنا حددنا اللوب باك، طبعا هذا يكون صراحه مو بهذا التوبولوجي، يعني هذا مو بهذا التوبولوجي. ان شاء الله انا راح يعني اخلي لكم محاضره خاصه انه عن انتخاب الاي بي، كيفيه انتخاب الاي بي، يعني مو بهذه المحاضره، العفو ضمن هذا التوبولوجي، لا لازم تكون عندي التوبولوجي بهاي الصيغه. يعني يمكن ما مسموح لي لان هذه يعني تم تنزيلها من المنهج، فلازم تكون التوبولوجي انه اوكي لازم تكون كسويتش. يعني بهاي الصيغة، يعني يكون عندي سويتش هناي ومحيطة بمجموعة من الراوتر، مجموعة من الراوتر. يعني بهاي الحالة إنه شنو؟ بهاي الحالة يسموها هذه الشبكة شنو؟ برودكاست مالتي أكسس. بهاي الحالة برودكاست مالتي أكسس، يعني يتم ربطها. واضح؟ يتم عمليات الربط. يعني لازم تحتاج انه تسوي كونفيج للاي بي ويتم عمليات الاختبار، اذا خلينا راوتر اي دي واذا خلينا منو راح يكون ال ديزجنيتد راوتر دي ار، ومنو راح يكون الباك اب ديزجنيتد راوتر. هذه الشبكه، هذا النوع اللي يسمى بايش؟ يسمى احنا اخذناه بالبرودكاست، برودكاست مالتي اكسس نتورك. هذا هو يمشي الحال وياه بشنو؟ يمشي الحال وياه بهذا الحديث مالنا، عملية اختيار لايك ايثرنت اللي الحديث عنه ضمن هذه المحاضرة. طلاب هناي مثل ما تشوفون عمليات الكونفيج، لو يعني سوينا كونفيج لللوب باك ككونفيج، اوكي نروح على الاخر. هنا ممكن انه العفو، هنا ندخل على الانترفيس، يعني مثل اي انترفيس enable config terminal enter loop back 0 مثلا، خلينا لها فعلنا عليها اللوب باك، ونطي اي بي مثلا اي بي ادريس مثلا نطي 1 255 255 255. واضح؟ هذا نقول له انت هاي الحالة انه تفعلت عندي اللوب باك، تفعلت عندي اللوب باك انترفيس.
هذا كيف نكتب يعني اللوب باك انترفيس، كيف يتم تفعيلها على الراوتر حتى يتم شنو، حتى يتم اختياره كدي ار راوتر ديزيجنيتد راوتر في حاله انه كان الاو اس اللي عندي ما يسوي سبورت للراوتر اي دي، عمليه الكونفيج للراوتر اي دي. حاليا وصلنا احنا للانيبلنج او اس بي اف اون ذا اون انترفيسز، يعني هذه شرحناها طلاب، شرحناها وطبقناها العفو ضمن هذه المحاضره. وصلنا احنا تقريبا يعني الى نهايات المحاضره، ممكن انه نطلع على الانيبلنج او اس بي اف على الانترفيسز. استخدم النيتورك كومنت تو سبيسيفاي ويتش انترفيس يعني بارتيسيبيت ان ذا او اس بي اف فيرجن 2 اريا، يعني مثل ما ذكرنا على الجلوبال مود نكتب الراوتر او اس بي اف اكس، نحدد البروسيس اي دي وقلنا قيمه البروسيس اي دي من 1 الى 65535، وبعدها نخلي النيتوركس، خلي النيتوركس اللي موجوده تكون دايركتلي كونكتد، ونستخدم الوايلد كارد ماسك ونخلي الاريا والاريا اي دي. تعرفون انه عندنا تو تايبس يعني الباك بون او الترانسيت يسموها اريا او الباك بون اريا اللي هي متمثله بالقيمه 0، والريجولار اي اريا اللي متمثله بالقيم من 1 الى قلنا 4 بعدها 9 مراتب. والوايلد كارد ماسك احنا شرحناه بالمحاضرات السابقه، يمكن من تحدثنا عن الباسيف انترفيس يعني بالفصل السابق، وكذلك راح نتحدث عنه ضمن هذا الفصل. هنا يقول لي if a single area topology is used it is best to use area zero، اذا كانت single area يعني مو multi area يكون الافضل ان تستخدم الزيرو. هنا يقول لي بعض المسائل اللي ممكن انه misconception يعني بعض المفاهيم. الراوتر 2 يمتلك 3 interfaces in area 0، راوتر 2 3 interfaces راوتر 2 بالاريا 0، ضمن الاريا 0 يمتلك هذه وهذه وهذه، تلاحظون الاريا 0 هذا اللون المختلف. So the three network statement are used، هذه ال three network statement الثلاث شبكات هي تستخدم ايش بعمليات الادفيرتايز او عمليات الاساين، احنا عمليات الاساين. Notes six network statement for all six network in the entire area، وهنا يقول لي مو ليس انه كل ال six network statement for all six network in the entire area، ضمن ال entire areas اللي هي شنو عندنا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، واضح العفو هنا بالنسبة، وكذلك هنا عندي ثلاثة ضمن ال area zero ضمن هذا اللون اللي تأخذ هذا اللون، فهنا لازم تأخذ بنظر الاعتبار هذه ضمن ال area zero و notes six network statements، ليس إنه ال six network statement for all ال six networks لكل ال ست شبكات هي بال entire area ال area عموما ضمن هذه ال area عموما، واضح؟ وصلنا كذلك هذه مفاهيم كذلك تم تطبيقها ضمن هذه المحاضرة. وصلنا لل configuring single area OSPF version 2 لل wildcard mask. محاضرتنا راح تتوقف عند هذا العنوان، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة يتم تكملة خلينا نقول هذا السكشن، وكذلك تكملة ما تبقى من الفصل. شكرا جزيلا طلاب.